تعرف رئيس الحكومة مؤخرا حكي على آخر جوان، الحكومة كذلك ببعض الوزراء متاعها قالوا 23 جوان، ترويكا عموما كأنه تنسيقية متاعهم اتفقت على موعد 23. لا سي سمحني قصديك سي من جعفر قال آخر 2013 أخيرا سمعت. إذا كنا نحكيوا على الموعد هذا موعد جوان، وتعرف اللي فهموا برشا حتى من الأحزاب والأطراف السياسية قالوا مش ممكن لظروف، إلى جانب التحذيرات اللوجستية والفنية كنت أحكي لها أنت، حتى نفسية المواطن التونسي الناخب يعني وقتها امتحانات آخر العام موسم الحصاد، يعني هذه كلها تخلي كأنه شهر جوان صعيب برشا برشا أنه تصير فيه الانتخابات. يعني في رأيك أنت الموعد المعقول أنه تصير انتخابات على اعتبار أنه في آخر جانفي بدأت الهيئة عمليا في الاستعداد للانتخابات القادمة؟ تقديري وتقديري فعلا يعني فهمني مش ما عنديش قانون انتخابي، لكن نعطي أورد دو غروندور حالة عامة. في الفترة التحضيرية عندنا 4 إلى 5 إلى 6 شهور تحضير قبل، والرزنامة تعكسها القانون الانتخابي. القانون الانتخابي يقول لنا وأن الرزنامة هي حول 4 شهور، فأضف ذلك إذا كان القانون الانتخابي يقول لنا 5 شهور ضف أو أقل يكون هذا مثلا. مش نفس الرزنامة وقت تكون انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية، مش نفس الرزنامة كي تكون استفتاء، يعني إذا العملية تختلف مش بنفس الطريقة. فإذا ما بين 8 و10 شهور هذا يعني ما بين هذا تقديري العام جدا، اللي هو ما يعني ناقصه العنصر الكبير هو غياب القانون الانتخابي اللي كما نعرفه مربوط بالدستور ونظام الحكم وإلى غير. إضافة إلى ذلك هنالك شروط أخرى تحوم حول الانتخابات وضرورية انتخابات، يعني هي شروط تتعلق بالقانون الأحزاب بالإعلام، لأنه هذا وذاك يهم التمويل السياسي من ناحية ويهم الإشارة السياسي، ويزم الجو العام يكون جو معناها مطمئن يكون مؤمن، يعني يزم الحريات العامة تكون محترمة، الاجتماعات متاع الناس تصير بكل سلم مش الاعتداء عليها ولا تصير منحة، يزم الجو العام يكون بدرجة أنه الأمن مستتب كما يقال للناس الكل. هذه شروط نجم تأثر في تاريخ الانتخابات، يعني إذا انتخابات تصير في جو هادئ وسالم وسليم، يعني في لحد الآن انتخابات تصير في وقتها، انتخابات تصير في حالة من الاضطرابات ينجم تأثر على الانتخابات، وهذا معروفة في البلدان الأخرى. فهذه شروط أخرى إضافية.